اليوم صباحة في النشاط والحيوية. اليوم باغا ندير لا مارش وباغا ندير ميراج. كل فيديو كنلاحظها في راسي ملي كنعاود نشوف الفيديوهات في المونتاج كنلقى راسي كنقول ميراج دلارة بشوية غادي تطيح غادي تطيح. فقلت لكم يلا نقلي هاك إيه راش قال لي ندير الرياضة اليوم، ما عرفتش علاش فقت في الحماس باغا ندير شوية ديال لا مارش. فعلا لا مارش ولا رياضة المشي. استسمح استسمح قلت لكم رياضة المشي احسن رياضة الصراحة، كتخدمي جميع اعضاء ديال الجسم ديالك. فدابا 8 ديال الصباح هادي غنهبط الاولاد ومن تما ما غنطلعش غندير شويه لا مارش، ومن بعد نجلس نفطر تما في القهوه لتحت. ما فيا ما نوجد راسي الفطور، ما كتجينيش نفطر راسي، انا ما عرفتش علاش ما ملي كنكون بوحدي ما كتجينيش نفطر. فنفطر لتحت عاد باش نطلع عاد باش نجمع شويه الدار. باغي ندير لهم واحد الاكله زوينه اللي هي الشاورما باللحم. كنت كنديرها اليوم مره مره كتعجب وزوينه. شكون ما كتعجبوش الشاورما ديال اللحم؟ قولوا لي. لكن اللحم طرافي مقطعين طرافي، ماشي اللحم طويل بحال ديال الشاورما الحقيقيه. اللحم مقطع طرافي وهذا ما كان. خليكم معنا حتى الاخير بعد الفاصل. نيش هادي فاصل ونواصل. ما هزيتش الساروت حتى دابا عاد تفكرتو صديت الباب. جاب الله جيت نقلب في الطوموبيل لقيت راسي خليته البارح الليل في الطوموبيل، يعني ما طلعتوش معايا للدار. شوفوا الحظ، شوفوا سبحان الله العظيم الحظ والزهر. خليته في الطوموبيل نسيتو البارح في الطوموبيل، ودابا الصباح نسيتو. جاب الله لقيت راسي ناسيه في الطوموبيل، مزيان نسيتو. ودابا عاد غنطلع طالعه من الكراج، نطلع ندير شويه ديال لاماش. سميشه جات هذا باش نفطر. تمشيت نص ساعة الحمد لله بديت كلهت. انا غنفطر دابا هنا، هذا هو الكافي. هذا هو فطوري. يلا قالت لي المريضه درنا البراك باقي سخون واش بغيتي منه؟ قلت لها اكيد هذا براك ديال البطاطا. ايه البنات غنوريكم واحد الحاجه، ما يمكنش ليا نسكت على هذا الشيء. شوفوا 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 معايا. Constantino, le agradezco mucho la visita que hemos tenido. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. Gracias, que tenga buen día. Chao, chao. نيري عرفتي شنو تصرفقت؟ نيري عندك وتبقاو تاكلوا ماكدونالد ودي وليداتكم ياكلوا ماكدونالد وداك الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. علم الله شحال من واحد مسكين كلا لحم الخنزير في المغرب. لا لا والله حيدوا عليكم داك الشيء. ما الحاجه اللي ما عارفينش المصادر ديالها، ما عندكم ما ديروا بها والله. اما الحاجه اللي انا اللي كنعرف المصدر ديالها شنو، كندخل نشوف بعينيا ولا كنعرف شي حد خدام في داك الشيء، مصادر موثوقه هي اللي كنثق فيها وكناكل منها. اما ماكدونالد ما عمري ما كنحطو في فمي، لا ولادي لا انا، ما عمري ما كندخل حتى الدخول، حيت عارفاه كنسامع على شحال هادي وما كنتش مطيقه. لكن ديروا الاحتياط ديالكم، ما تلقاوش تمشيو عند داك الله يسر. اش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شوف كي يوكلوا العرب والمسلمين لحم الخنزير، اش غايقولوا سيدي ربي. فطرتو ساليت، دابا انا خرجت للسوبر مارشي باغا ناخذ الخص ما عنديش، ومن بعد نمشي للدار نبدا نطيب.
مشيت هو تحت الكارفور باش نجيب هذوك القالب ديال لي كاب كيك، بغيت نصايب لولادي كاب كيك، صح ما لقيتوش لا في كارفور ولا في هذا السوبر مارشي اللي خديت منه الروز سميتو الخص. هادي من ديال كتبع نصايب لهم لي كاب كيك. اكثر حاجه كيكون فيها الجراثيم هو هاد الشيء اللي كيكون عمومي، كنكره نمسو بصبعي، خاصني نمسو غير هكا ولا كندير بعد مرات هكا. ولادي حتى هما معلمهم من القديم كنخليهم شي ورقه بصبعهم. اكثر حاجه كتجمع الجراثيم هي هاد الشيء ديال العمومي كيتحل ويتسد. خمسه انا نموت على كيما عارفين جافيل داك لي زونتي باكتيريال داكشي ما كيديش عندي ما كيديش ليا بزاف. سير الله يستر. بغيت كل وحده فيكم تقول لي في التعاليق لتحت شنو هي البليه ديالها. مثلا البليه ديالي هي جافيل. كل وحده ضرني راسي بغيت نعرف شنو هي البليه ديالكم. كل وحده تقول لي في التعاليق شنو هي الحاجه اللي متعلقه بها ولا متمسكه بها بزاف ولا عندها واحد كتعتبرها عاده سيئه ولا عاده زوينه ما نعرف. المهم تقول لي شي حاجه فيها البليه ديالها تقولي لي لتحت في التعاليق. بغيت نعرف، جاني حب الفضول باش نعرف هاد الشيء هذا. ف كيعجبني انا دابا حاليا كنستمتع. قلت لكم شوفوا السعاده دابا انا حاليا كنخلق السعاده لنفسي بنفسي. هانتوما اللي فيه شي غدايد مثلا، انا الحمد لله دابا ما عنديش حتى شي حاجه تغددني حاليا. اكيد هادشي كيكون كل نهار كيوقع، كل نهار اكيد كتوقع لك شي حاجه اللي كتعصبك اللي كتنيرفيك. حاليا ما عندي حتى شي حاجه ولكن كنبرد غديدي فيها. بصراحه الشقره الواحد كيبرد فيه الغديد، كيبرد فيه الاعصاب ديالو. والمشكله هادو فين الشطره مش كنت غنقول والله تنسيت. ديما كتقول لي ماما بغيت غنفهم ابنيتي كيفاش كتخدمي بجافيل يوميا وحوايجك ما كيقيسهمش الجافيل. هانت دابا راه في الحاشيه في الحافه، لكن كندير اتونسيون بزاف كنرد بالي بزاف. ما تلقاوش في حوايجي ولا نقطه جافيل. راه حبيبي راه الحبيب راه كيتسناني راه ما تلقاوش في حوايجي نقطه ديال جافيل. ديما هادي البوزيسيون ديالي كلشي على هانت كلشي على لي بود. دابا راه بدا كيبرد الحال عندنا اكثريه بالليل، ف رجعت سريمة على التقديمه، رجعت البيت عاوتاني لي بوط. والفا كنمشي بالبيت بزاف كتكون الدار سخونه، ولكن هذا في الصحه ديالي. الله بزاف لي منكم في التعاليق بنات قالوا لي ساره راه جافيل واعر عليك وعلى الصحه على الريات على هذا. راه هادشي عارفه البنات عارفه، ولكن اللي فيه شي حاجه فيه الحفيظ الله وصافي. شوف دابا هادشي غنخليه كيلمع. دابا غندير لكم موتيفاسيون، كل وحده كتشوف دابا هاد الفيديو تسالي تنوض ضربها لهاد الكوزينه بواحد الحكه بحال هكدا ولا هادي ومن هنا. قولي يا ساره تيرا توريناش نديرها. ولكن بصراحه انا عندي شخصيه كيعجبني نتفرج في الفيديوهات ديال التنظيف، روتينات التنظيف كتجيني واحد الموتيفاسيون واحد الطاقه واحد الحيويه واحد النشاط باش كنوض كندير الشغل ديال الدار وانا انرجيك. انا تكون فيا الطاقه زعما. ف اي واحد بعد مرات حنا كإنسان كتجينا الحاله بعد مرات كنعكزو شي شويه، لكن ما نعكزوش بزاف ياك. خليوش دارنا موسخه، خليوش لان بيتنا هو مملكتنا. ولا ساره ديتي في الفلسفه ثاني، بيتنا هو مملكتنا. واكثريه المراه ملي كتقول لك احضرني هذا الشيء ضرني دراعي بلاتي، المراه ما ديوش على هذا الشيء اللي مورايا انا دابا غادي نجمع. المراه كيقول لك كتبان النظافه ديالها من نظافه المطبخ ديالها، وهذه الحاجه اكيده. المطبخ ملي كيكون معفن ولا موسخ ولا هذا كتعرف ديك المراه راها فانيه، والله كتعرفها راها فعلا فانيه. المطبخ هو البلاصه اللي خاصها تكون ايجينيك اكثر، هذه رقم واحد
رقم اثنان هو الحمامات. هاد جوج بلايص في الدار خاصهم يكونوا معقمين 100%. ان هاد البلاصه هي اللي فين كناكلو كنصنعو الطعام. ثاني حاجه الحمام تاعو خصو يكون ايجينيك اكثر يم، لكن اللي كيكونوا الوليدات صغار فصاروا يقولوا باقا مهبره كنهضروا ودوزت كملي شغلك راه باقي وراك الطياب، باقي وراك الطياب. المهم غدير واحد الاكله زوينه ان شاء الله. الشاورما اللي قلت لكم باللحم السهله واللذيذه اللي كتحضر في مده وجيزه، عندكم نص ساعه تقريبا، ماشي تقريبا نص ساعه، طق 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 وصافي ولوي كور وطلعوا. يا صار الله يسهل. انا الصباح ما عرفتش علاش فايقه ناشطه الحمد لله، الله يعملكم ديما تبقاو ناشطين ناشطين ديما حيويين نشيطين ايجابيات وشاني وصافي. ما عرفتش بعد ما نختارش كترشق عليا كنبغي نفرغ عليكم قلبي وصافي. اقولوا ايه وصافي غدوزو. فصافي دابا كملت شغلي، كوزينتي نقيه ما نعرفش كم ريحه النظافه يا سلام. فنتاخذوا دابا دابا غنصيبوا في الشاورما، نوريكم المقادير. حاجه وحده اللي ناقصاني نسيتها من السوبر مارشي، مشيت للسوبر مارشي ونسيت الابزار الفلفل الاسود. معليش ماشي مشكل. صح عندنا اللحم ممكن تقطعوه هكذا طريفات صغار مكعبات صغيره، ولا ممكن تقطعوه على شكل جوليان يعني طويل بحال هكذا رقيق. فانا كنفضل بحال هكذا يعني هكذا خديته، ماشي كنفضل خديته هكذا مجبوره نفضله. فغنديروا ان الملحه نديرهاش كامله غيجي مالح. عندي فلفل احمر حلو كيعطي واحد اللذه زوينه، ماشي الحار اللي كيفضل الحار اكيد راه كيدير الحار. المهم قولي خليتي شويه زيدي. عندنا الزعتر. الزعتر انا كيعجبني مع اللحم بزاف، كيجي مع الدجاج بزاف، الدجاج بزاف وكيجي مع اللحم حتى هو بزاف كيعجبني. اخر مكون هو زيت الزيتون. الأكلة فعلا سهلة ولذيذة، ما يمكنش شي حد ما يقول لي ما كتعجبنيش الشاورما لا ما اتفقش انا وياه. فكنغسلو يدينا مزيان، نحيدو الخويت مات اللي كانوا وكنخلطو يدينا. فانا ما عنديش بودره ديال الثوم، ممكن عندكم بودره ديال الثوم كتجي معها رائعه وهائله، فانا ما عنديش بودره ديال الثوم. فهادشي علاش ما درتش الثومه العاديه، ممكن ديروا الثومه العاديه تدقوها لكن ما درتهاش انايا. صافي الا كانت عندي بودره الثوم مستعمله، ما كانتش عندي ما بغيتش دابا نستعملها. فنخلطوا مزيان، لو عندكم الوقت نخليهم هذا نخليو هذا الحمير تاع واحد شويه، انا عندي الوقت دابا مازال عندي الوقت، عندي نهار كامل نيت. دابا شي 11 ونص بحال هكاك. المهم انا غنوجد الماكله بكري ونخليها، ملي يجيو ولادي وراجلي غنسخنهم ونقدمهم ليهم بالعافيه. نخلطو مزيان هاد المكونات باش يدخل فيه، يدخل في اللحم هادشي البهارات. هاد البصله غنطيبها مع اللحم، هاد البصله غنضيفها في الساندويتشات ليا ولراجلي، ولادي ما ياكلوش ليا البصله حتى انا ملي كنت كناكل ملي كنت صغيره، دابا ما يمكنش ليا نطيب بلا بها، ما يمكنش ليا ما ناكلهاش في الماكله سبحان الله العظيم. هاد المطيشه قطعتها مكعبات صغيره، والخص ضروري خاصو يكون رقيق بزاف بزاف هاد الساندويتشات ديال الشاورما. هاي حيدو هادشي البيض بسم الله.
ناخذ زيت الزيتون. انا ديما كنطيب زيت الزيتون، راكم عارفين كيعطي واحد اللذه خاصه. وين نضيفوا عليه هذا اللحم هذا؟ الحمص في طاب، مازال ليه غير شي شويه، مازال ليه غير شي شويه، غنزيد عليه دابا البصله. صافي نطيب البصله، صافي ملي تبدل في الوقت صافي غادي نحيدها. بزاف ديال التعلم كيجيني كيقولوا لي ساره كتضحكي بزاف، علاش كتضحكي بزاف؟ تبتي شويه. لا انا ما بغاش نتبت، انا هذه هي شخصيتي، ماشي كنضحك باش نضحك، كنضحك كيقول لك ضحك للدنيا تضحك لك، ياك انا واحد الانسان الحمد لله ايجابيه وخا تكون واصله فيه حتى العظم، دائما كنضحك. شي حاجه كتضحكني رانا كنضحك عليها، ماشي شي حاجه تكون ما كتضحكنيش ندير لكم ديك ديك الضحكه الصفراء. ممكن تجيكم ضحكتي مصطنعه، احترم رايكم، على راسي وعيني، لكن انا هذه هي ضحكتي، هذه هي سارة اللي كتشوفوا في امام الكاميرا، هي اللي وراء الكاميرا، ولا الناس اللي عارفاني في حياتي الشخصيه راهو ما عارفيني، راه ما كيحكموا عليا. فماشي غنجي نصنع عليكم نضحك عليكم باش ندير لكم الترفيه، ولا انا هي هذه يعني بسيطه عاديه، ماشي متصنعه. كيف ما كنهضر في حياتي اليوميه هذه هي هضرتي، ماشي غنبدا نزوق لكم في الهضره والاتيكيت وما عرفت شنو. انا ما عنديش مع داكشي البنات، والله العظيم ربي شاهد، اللي عارفني راه عارفني. علاش كتضحكي بزاف اختي؟ انا هكذا، انا هذه شخصيتي، احترم رايك لكن انا هذه شخصيتي، ما يمكنش لي نبدلها باش نعجبك ولا نعجب واحد اخر. انا كنرضي نفسي بنفسي وراضيه على نفسي الحمد لله، راضيه على شكلي، راضيه على وزني وزني وزني. فماشي غندير شي حاجه باش نرضي ولا ننال اعجاب الناس باش نعجبهم. اللي كان عجبو الحمد لله، هذا الشيء المحبه من عند الله خالصه. اللي ما كان عجبوش ماشي مجبور باش نعجبو ولا شي حاجه. فلكن بغيت نقول لكم انا هذه شخصيتي، هذه جات في بالي دابا بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هذا. ف ماشي كنضحك باش ما عرفتش باش نخلق واحد الجو ديال ليسبري في الفيديوهات ديالي، لكن انا هذه هي سارة. ملي كنضحك الضحكه كطلع من القلب الحمد لله. ودابا الماكله بدات كتوجد شويه بشويه، ريحه بنات شيكم واعره زباله. يا سلام، لو كانت عندي واحد الحاجه كتجي مع اللحم حتى هي كتعجبني معاه، بيباريه. شنو هي بيباريه؟ هذيك السالميه، ماشي السالميه، عشبه كيديروها مع البطاطا بزاف، هي بحال بحال سابان، لي سابان، شوزا لي سابان كتكون صغيره، هي بحال هكذا، ما عرفتش كيحطوها، لا عرفت السميه ديالها، عرفت السميه ديالها بنات بالعربيه، عرفت نقولوها لي، عشبه طويله كتكون نفس لو سابان بحالو، بحال شجر ديال هذا لي سابان، كيديرو مع البطاطا، اكثر مع البطاطا اللي كتكون في الفران، سميتها دابا مشات لي، انا عارفه بالعربيه لكن مشات لي، كتجي مع اللحم بزاف، الا كانت عندكم زعما حطوها، هي سميتها بيبيرية بالعربي بالتركية، لكن بالعربية ما عرفتش، انا عارفكم كتبوها لي باش نسترجع الذكريات، رانا اليوم ما غاديش انا لا حاولت نتفكر شي كلمة وما جاتنيش بالي داك النهار كله، وفي الليل كنحط راسي في المخدة كنبقى نخمم في ديك الفكرة، يعني لهالدرجة هذي كنتوتوت. غتقول لي يا سارة اش هذيك البوطة اللي موراك؟ هذيك البنات اللي درت السوبر مارشي، السوبر مارشي في الدار، هذه كانت عندي تما، هذه كنديوها للبيكنيك، كندير نطيبو فيها اتاي، ولا ملي كنمشيو مثلا للبيكنيك اكثر اتاي، يعني ملي ما كان ما عرفتش كيفاش نوصل الفكره، المهم كنستعملوها في البيكنيكات وصافي. فمازال ما لقيتش لها فين نحطها بالضبط، فين نخبيها، فخليتها تما تما حتى ندير لها شي بلاصه نخبيها في شي قنط. هذه ما تكونوا شفتوها قبيله، ما تكون ما قلتش لكم شنو هي هذه البنات، بلاتي باش نحرك
هذه مايونيز وكيتشاب غنحركهم نخلطهم مع بعضياتهم مزيان بحال هكا. هذه هي اللي غتكون الصوص اللي داخل الشاورما. لو عندكم رانش صوص حتى هي كتجي فنه، ديك الصوص بحال مايونيز كتكون بالثومه عرفتوها، رانش صوص كتحمقني غير ما لقيتهاش في السوبر مارشي وانا تقادات لي ما كتقطعنيش نورمالمون. هذا هو ديال الاحمر، هذا هو ديال الشاورما، خذ الشاورما العيش ديال الشاورما. فهذا خديت هذه المره طعم بوداي، يعني 100% هذا القمح او ديال القمح. هذا بالنخاله، شوف فيه النخاله مزيان عامر بالنخاله، هذا كيكون صحي اكثر واكثر. خساره ما عنديش الفلفلات ملونين، ماشي مشكل. داكشي اللي متواجد هو اللي نديرو بيه بلا ما نكلفو راسنا. و غندير غير ربعه بما اننا ربعه ديال الاشخاص. نعيد اول وحده، بسم الله. ناخذ شويه ديال اللحم، البصله. كيف ما كنقول لكم ديما انا كيعجبني بحال هاد الاكلات هادو. بزاف اللي كيقولوا لي ساره علاش ما كديريش، فينا ما الطواجن، فينا ما الرفيسه، فينا ما الكسكسو. خويتي شنو نقول لك، خليت لك داكشي بصحتك وراحتك. داكشي البنات شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، الواحد ماشي غير ياكل كما قلت لكم يعني قبل قليل، ياكل ولا يلبس ولا يعيش حياته على نمط عيش الاخرين باش نرضيوهم. ماشي غنقول لكم ها انا درت الكسكسو، ها انا درت الرفيسه، ها انا باش ننال الاعجاب ديالكم وتقولوا عليا ساره هاي شتو راك طيب راك دير. ما انا ماشي غرض ديالي انني نعجبكم، انا غرض ديالي في فيديوهاتي شنو هو، انني نعطيكم طاقه ايجابيه، انني نعطيكم واحد الحاجه ديال التفاؤل، الحاجه اللي بعد مرات الاستفاده، بعد مرات معلومات، بعد مرات معلومات سياحيه، بعد مرات ما ديوش عليا انا كنحط بيدي ولكن يدي يلا غسلتها فهمتوني. ماشي نجي ندير لكم فيديوهات ديال الزواق، ها انا درت، ها انا هات شنو، ها انا طيب شوفوني انا كنحاد كاع رانا طيب. راه ماشي اللي يغلبني طيب، راه ما كيغلبش. شكون اللي كيغلب يعني طيب؟ ما غاديش يغلب ام، بالاحرى ام طيب. شكون غيغلب؟ غيغلب البنات يعني مازال ما مزوجين، مازال ولا يلاه مزوجين جداد، هذاك ممكن يغلبهم لانه زعما كيغلبني. هادشي ماشي عيب، كنا كنتعلموا، ولكن كسكسو رفيسة وداكشي راه ماشي غيغلبني. لكن انا كنطيب فينكم بلاتي نهضر معاكم، انا كنطيب داكشي اللي غياكلوا ليا ولادي، انا اللي حاجه اللي غتاكل هالاسره ديالي، الحاجه اللي غتعجبها. اما اللي طيب الكسكسو هادي لا راه ميراتش كيعجبهم الكسكسو مره علاش لا، حاجه اللي غتعجب الاسره ديالي اللي تكون راضيه عليها وتاكلها ليا، ماشي يبقاو يتفرجوا فيها يقولوا لي لا طيب لينا حاجه اخرى. واش ديك الساعه شنو الفائده من هذا الطيب اللي غنطيب؟ كاينه ولا لا؟ فبلا ما نبقاو نحكوا على شي على الدبره ونقولوا علاش ما كديرش الكسكسو، علاش ما كديرش هذاك الشيء، راه ساهل. راه الطياب ماشي غيغلب الانسان، يعني بالاحرى تكون الام ما غاديش يغلبها الطياب. لكن انا النمط ديال الحياه ديالي كيتماشى على الاسره ديالي. شنو كتبغي راجلي وليداتي شنو كيبغيو؟ انا ما عنديش مشكل في الماكله، يعني اي حاجه رانا كناكل الحمد لله، ماشي من داك النوع اللي وكال وكال وهذا ما كناكلش بزاف. انا معدتي على قد يعني صحيحتي على قدي، لكن الحمد لله والشكر لله بصحتي، ما في حتى شي مرض الحمد لله، ما عندي حتى شي نقص الحمد لله. ف ماشي كما قلت لكم غنجي نقول لكم ها انا كنطيب كسكسو، ها انا كندير الرفيسه، ها انا كندير الطواجن، ها انا كندير هذاك الشيء، جربت وجربت ولكن ما كياكلوش ليا، اش نبزز عليهم شي حاجه اللي ما غاديش ياكلوها ليا؟ ساعه شنو الفايده ديالها؟ قولوا لي واش هادشي اللي كنقول منطقي ولا لا.
فبلا ما نبقاو بعد مرات نحاولوا نسيروا الناس على النمط ديال الحياه ديالنا. هادشي راه غير منطقي، كل واحد الماكله اللي كيبغيها راه كيطيبها كياكلها، لوليداتو راه جوج شنو غياكلوا ليه. داكشي اللي هادشي هو اللي هما اللي كيمشيونا حنا كامهات، وليداتنا وازواجنا هما كيمشيونا شنو بغاو ياكلوا، ماشي ناكلوهم حاجه بز منهم ياكلوها، لا انا طيبت هذه خصك تاكلها. هادشي راه ما كاينش، لا ما كاينش هاد القانون، ما كاينش الحياه بحال هكا. هادشي اللي غياكلوا ليا هو اللي هو اللي كنديرو. نمط الحياه ديالي ولا خصوصا في المطبخ باين واضح، اكلات بسيطه ها يقول لي شي واحد يا معجزه. شوفوا هادشي راه ليس لها له علاقه بالعجز ولا الكسل ولا داكشي اللي كيعجبنا عجبنا وعجب وليداتي وراجلي هو اللي كنطيبو لا غير. ما داكشي ما غاديش يغلب الانسان، كاين ولا لا طيب شنو راه كطيبي كطيبي، كتوقفي في الكوزينه كتوقفي، واش غير غلبك كسكسو ولا رفيسه ولا داكشي اللي غيره. وصلنا لاخر فيديو بنات، فكيف ما كتشوفوا ساهلين زوين هاد الشاورما. فغي قربوا يجي ولادي وراجلي، غنقلي حداهم البطاطا ونسخنوا حتى هما وبالصحه والراحه. نتمنى يكون كنت خفيفه ديال القلب، خفيفه القلب عليكم اليوم. تقولي ساره اش هادي اللي في يدك، غنقول لكم اللي دار القباحه اللي كيدير لي الساده. نضحك معكم. هذه غندير واحد القهوه تركيه دابا، نعدل بها المجاج ونجلس نرتاح مع راسي في دار مجموعه ما عندي ما يدار الحمد لله. فكنفضل دائما ان ندير الاشغال ديالي صباح يعني بكري، اش كيقول لك فيق بكري بدا بشري، حتى الشغل بكري حتى هو بدا بشري، الشغل تكملي وتقادي بكري. فانا دائما هكا كنفضل نطيب في الصباح وداكشي ونجمع داري ونجلس نرتاح، ندير واحد القهوه، نحل يوتيوب، نتفرج مع راسي في الفيديوهات في القنوات اللي كيعجبوني حتى انا. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. يا ريت لو كنتو حدايا نشربو قهوه كاملين، لكن لا غالب كبيره.